ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. حنا بالضبط ضربوا عزة بإحدى الثانويات اللي هي ثانوية التأهيلية الطيب الخمال. غنشوفوا التلاميذ والتلميذات اللي دوزوا البكالوريا واش الامتحان جاهم سهل ولا صعيب. إلا بغيتوا تعرفوا واش جاهم سهل ولا صعيب أجوا معايا. ما نديرش في حالهم، أنا مدلك من الحاجة الصعيبة، مدلك من الحاجة الصعيبة كما داروا لنا في الفيزيك. نقول لك باللي سميتها الفلسفة كانت سهلة، من وراها الماتش هو مزيان. أما الفيزيك اللي بداو لنا به بداو لنا بأصعب حاجة، يعني بحال قلت لك يبداو لك بالصعيب وبقاو غادي لك للساهل، فهمتي؟ ما يعني كيحطموك من البدايه، ما كيبداوش لك بشي حاجه ساهله ويجيبوك للاخر ويعطيوك شي حاجه اللي قاصحه، فهمتي؟ من في الاول زعما يعطيوك شي حاجه اللي زوينه. اسد في القسم دايرين خدمتهم، يعني جامعين ما مخلينش النقله، التليفونات كيتحيدوا كيهبطوا للاداره. المهم داكشي داز زوين الحمد لله، دوزت مزيان انا بعدا. بالنسبه لي انا بعدا الحمد لله دوزت مزيان. الفيزيك اللي لقيت فيه صعوبه وصافي. اليوم فلسفة دازت زوينه، فرحانين بزاف حين دوزنا مزيان، واخا ما تحطش الوضع البشري ولكن معولين عليه. كيبكيونا في الصباح ويفرحونا في العشيه. والله الا الماط داز مكفس البارح فيزيك، ولكن لونجلي مزيانه. كنا كنتمناو يحطوا الوضع البشري حيت هو اللي كنا حافظينه، صح حطوا لينا ما عرفتش حطوا داك الموضوع. لا ما كايناش النقله، ما كدورش النقله هنايا، مزيريننا بزاف، كيدور يقلبونا وكل شيء، ما كايناش النقله، ما خلاوناش نركزوا بالتقلاب. كل دقيقه يجيو يقلبوا فينا، كياخذوا لينا الوراق سميتو، ما درنا والو. الاول ضروري شويه ديال الخلعه، ضروري كتستريس وما كتعرفش شنو غدير. اول مره غدوز الوطني ضروري كتخاف. دوزنا المواد كاملين مزيانين، فيزيك والمات جاونا شويه صعاب، كاين شويه ديال الزيار في المدرسه صراحه، ولكن الحمد لله توفق. ضروري الوطني راه ضروري، اي مؤسسه كتخصها ضروري، يعني ما كتلقاش نفس النيفو اللي كيتعاملوا معك اساتذه ديالك، فهمتي؟ يعني كيدوي معك زوين ولا كيوريك شي حاجه، هنا ما كتلقاش اللي كيوريك، يعني كتلف شي سؤال خاصك انت تفكر فيه راسك. الحمد لله تايق في راسي، متاكد، ما متاكدش 100% ولكن 82% متاكد انني فهمتي، انني مجاوب اسئله مزيانين، والحمد لله ان شاء الله غنجح وبالتوفيق للجميع. الوغ الفيزيك داز صعيب صراحه، مي اون بيان بوسي، داكشي اللي قريناه راه هو اللي لقيناه، اللي دار شي حاجه راه وصل لها والحمد لله. اي بوغ لونجلي صراحه كانت سهله، كانت مزيانه، التفير اللي دوزنا دابا كانت مزيان، مي لي ماتيغ سيونتيفيك بحال فيزيك مات كانوا شويه صعاب. نو لا ما كاينش كاع داكشي مزير، كاينه مراقبه مزيانه، ديكو ما كاينش هذيك القضيه ديال النقل ولا شي حاجه، ما عاوناش على النقله، اللي حفظ شي حاجه راه حطها. لا ما كاينش شي حالات غير اللي حصلوا عنده شي حاجه راه كيحيدوها لي، ديكو راه مساعدين مع التلاميذ، صوف كحنا راه حافظين، سكي فيك اون با تروفي دو بروبليم. ميرسي. سلام. الصراحه الامتحان كان فلسفه سهله، واخا ما حطوش لينا الشخص والغير كنا معولين عليهم، كاين هانيه حفظنا شويه. المواد الاخرين الماط والفيزيك كانوا صعاب شويه، خوك قدرنا نجمعوا نقيطاش ماشي مشكل، ولكن صعاب صعبوا معانا. واقيلا اصعب ماد 10 سنين الاخر، اصعب امتحان واد اللي حطوا لينا بزاف، شي بروبا راه ما عادش من نازله شويه، مره يخليوك مره شويه. كان ساهل مزيان ولكن صعبوا معانا السيمانه كلها، تعداو علينا في الفيزيك اكثر. فيزيك والماط كيجي؟ لا مزيان الماط مزيان، سعداتك الحمد لله كاين والو الحمد لله. لكن زيرونا غناخذو ان شاء الله بزاف زيارات، لا ما دايراش والو، بغينا نفرحوا الوالده صافي.